تنزعجين اليوم لما يقولوا لك الخدامة؟ لا لا هالخدامة هالخدامة، أقرب التعليقات للأسف طبعا اي بالضبط. أقرأها، وانت انت خدامة، لا انت خدامة. لا اكثر هذه لحظة، يعني هذه النظرة، هذه التعليقات السيئة، هذه التعليقات السلبية، كيف تتلقاها ممثلة حققت هذا الانتشار؟ هو ما بي انه انقهر له، لانه هو دور مشهد تمثيلي خلاص، وكاتبين بالتعليقات هاي دائما تاخذ دور خدامه، يعني انا اي دور ينطوني اياه امثله، شنو المشكله؟ هاي وحده. اثنين، انا اصلا بالحقيقه انا من كنت ويا ابو جهالي يعني هم كنت اشتغل احيف اخبز للعالم، اضرب ابار، حتى ما يعني شاء الله كنت خدامه هم لو يعني هي تعتبر خدمه، ما طول دا اشتغل لصديقاتي بالمنطقه وجيراني احفلهن بفلوس اخبز لهم بفلوس، هذا مو شغل خدامه باعتبار لو تعتبره؟ ما طيب اعرف يعني شنو النظره الدونيه بالموضوع؟ اذا الانسان بيعمل بشرف، بيعمل بمهنه يكفي نظيفة. انه انا واثقه انه هذا عمل وعملك شرفك، حتى لو خدامه شنو هو اكثر يعني اصلا اكو يتحصرون على شغله الخدمه، خصوصا يعني يجون من الدول، من دول يروحون على دول على مود الخدمه، يقول لك هاي اجورها زياده. من الاقرب لك بالعمل؟ يعني منو اقرب شخص لك داخل العمل؟ والله يا روكيان، يعني دائما من تريد تطلع بتركيا من ما عندنا شيء نطلع انا وياها. تحياتنا لها. أيوة. الممثله العزيزه للجميع. حققنا نجاح حلو انا وياها بحلقتها. أيوة. رغم تصريحاتك كانت جريئه جدا، يعني انسانه صريحه. أيوة. فحققت نجاح، فاقولها تحياتنا لك، وانت انسانه ناجحه وكل التوفيق. تحياتنا لها، وست انعام وست بتول هم، يعني كل ما يطلعون انا ادليهم لان تعلمت الطريق شلون نصعد بالمترو ونروح المناطق.